بطلة من بطلات النادي الأهلي تحديدا في رياضة السكواش، واحنا عارفين أصلا احنا في مصر يعني السكواش عندنا من الرياضة والرياضات الفردية اللي احنا محققين فيها باع كبير جدا، ويعني واصلين فيها الرانكس حلوة قوي على مستوى العالم بنتكلم، وعندنا كمان بطلات منهم نور الشربيني على سبيل المثال يعني محققة حاجات محترمه جدا على مستوى العالم، ومعانا بطله دلوقتي ان شاء الله تبقى قدام كمان حاجه زي نور الشربيني ويمكن كمان احسن. خلينا نرحب بدينا فريد لاعبه السكواش بالنادي الاهلي، منورانا صباح الفل. واي حد بيجي دايما بيعجب بالفيو صح؟ لازم كده، ده عشان بس الناس اوقات بتبقى فاكره في التي في ان ده حيطه او 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 فيديو او لا، ده طبيعي وده النادي باين من هنا، منورانا. وابدا معاك لان دايما نبقى عايزين نتعرف على ابطالنا يعني على المستوى الشخصي، فنعرف الاول مين دينا وبعد كده نخش بقى في التفاصيل، تفاصيل اللعبه نفسها. اوكي، انا دينا فريد، بلعب سكواش من وانا عندي 5 سنين. كنت بلعب سباحه الاول وحبيت اللعبه، اخويا شفته بيلعب قدامي قلت لهم هي دي خلاص. انت بتلعبي بناء على لعب اخوك اصلا؟ هو بيلعب كان في الاهلي من هو صغير يعني، وشفته قلت لهم نلعب سكواش بقى ويلا بينا. حلو، وبدات وحبيت الموضوع الصراحه وكملت فيه والحمد لله الدنيا مشيت كويسه يعني. يعني دينا خارجه من بيت رياضي جدا كويس قوي، ومش اول بطله، اخوكي برضو وصل يعني بطولات برضو بطولات كتير، وهو دلوقتي هو مدربي. طب حلو. هو فارق بينكم قد ايه تقريبا؟ يعني تقريبا 7 سنين. وهو مدرب في الاهلي فهو بيمرني في حلو نادي. جدا. واختي برضو كانت رياضيه في الاهلي هاندبول، فاحنا بيت رياضي، عائله رياضيه جدا. طيب والاهلي يعني باباكي او مامتك؟ لا ما يعني الرياضه بقى العاديه بتاعتنا، بس هم الداعم الاساسي. خلينا خلينا نقول بالزبط. طيب ابتديتي عندك 5 سنين، بعد كده طبعا في الاول ما كانش فيه بطولات، اول بطوله بقى شاركتي فيها كان كام سنه؟ كان عندي 9 سنين تقريبا. كنت خلاص بقى بقيت يعني جهزوني على قد ما يقدروا. بقيت متجهزه. بقيت متجهزه ان انا ابدا العب، واول بطوله ما طبعا ما عملتش اي حاجه. كان 9 سنين ما اكسبكتد يعني. بالظبط، بس انا بدات من 10 سنين لا بخش فاينل وباخد بطولات والدنيا يعني كانت كويسه. 2017 انت واخده مركز اول كمان في الاهلي. فلا احكي لنا اكتر عن البطوله دي. البطولة دي كانت بصراحة كانت صعبة جدا، لان انا كان عندي في الفاينل بنت يعني من اجمد ناس في مصر تقريبا، وان انا من الاول كان عندي كذا حد بلعب مع ناس من الاهلي، فاحنا حافظين لعب بعض وعارفين كل حد مين. ايوه ستايل بالظبط. فلغاية ما الحمد لله كنت يعني حاولت اهل قبلها كتير لغاية ما مشيت الحمد لله. مشيت. طيب